انا ما فهمت انا مين ناطره. انا اسوأ حدا بيلتزم بالوقت. بقى انا شو خصني؟ ام سوري بس حتى هالطياره حتى هالطياره دور يلا لازم انا ما قلت انه جايبه حدا يقول لي شو لازم ضب شوز. لك اكيد طبعا مثل ما شايفين انا موجوده بالغرفه الملابس والاحذيه ببيتي. ليه؟ لاني بعد 3 ساعات مسافره وفكرت لانه مره سمعت دكتور عادل ب صباح الخير يا عرب عم يحكي عن الاحذيه والكعب واساءتها للعمود الفقري، ففكرت انه اذا انا مسافره عندي كم يوم لازم اعرف اكزاكتلي شو بدي اخذ، مش مثل ما انا دائما دب كل شيء عندي احذيه كعب عالي لانه بدي اكشخ بالسفره. ما هيك؟ كيفك ميني؟ كثير منيحه بس انت مأخر علي. انا سوري ما مثل العاده انا معروف متأخر. عظيم، سو شفت شو عندي؟ اي بكل السلكشن اللي عندنا اياها. نعم. انا دغري تلقائيا مفكر مثلا ما بفكر بالكعب اذا مريح ولا لا، بقول انا اوكي لابسه اسود ابيض عندي شيء احمر، سو باخذ الالوان وضب الاحذيه حسب الالوان مش حسب الراحه. إيه اليوم بدنا نغير هالتفكير. اكزاكتلي لانه انت غيرت خليت لي في سوسه براسي انه انا عم بعمل شيء غلط عم باذي حالي. صح صح. اعطيني الحل بس بسرعه. لك الحل رح ناخذ بس شو زيت اللي انت بحضرتيه وتاخذيهم معك. يلا اول شيء هيدا مثلا. نعم حخليكي تاخذيه. هيدا فيني اركض فيه قد ما انه مريح. ايه لا بس تفرج يعني شفت الكعب؟ ايه الكعب فيني اركض عن جد هيدا مريح. ايه هيدا مريح ما اختلفنا. ليه مريح؟ لانه له هون مسكر له سبورت. اوكي بس هيدا الكعب ما فينا نركض فيه ولا فينا نوقف فيه لوقت طويل. اوكي اذا انا بوقف فيه كل النهار. ايه لا مشان هيك بضلوا ظهرك وبليز ودكتور بس شوفوا بس شوفوا بس حتى قلكم بس شوفوا بقول له بليز 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 اكشف لي على كتفك اكشف لي على رقبتك بتركض بهيدا وبتضلك الوقت بهيدا. نو نو هيدا ني ني كليتي ني. ايه بعرف اصلا انا لما بلبسه بحس صبيعي حيتخزقوا على لانه عم بيشدوا هيك. ايه اول شيء هيدا ولك شو حلو كثير حلو. ايه ايه بس وجع الظهر مش حلو. ايه بعده صح. ايه صح هيدا ليكي كيف بفتح. نعم هيدا ما في اي سبورت للاجر. مع الكعب عالي هيدا ميمي ما رح خليكي تاخذيه. هيدا. ايه طب ليه؟ لانه السابو دارج بدي البس بدي البس بنطلون اجري واسعين بدي اعلى سو لا فينا نعلى بغير هيدا الشيء. فينا نعلى بغير ما نوقف على بنايه. هيدا بطون هيدا بطون مني. اوكي شو بيعمل لي؟ اي هيدا كل بس انا بيريحني. معلش بيريحك بوقتها. صح ما هو في نسوان بتقول لي ما انا بيريحني. بيريحك بوقتها بس تدفع الثمن بعدين ثاني يوم بس تتوعي او بالليل. كل شيء هالقد قاسي غلط. كل شيء من هون خشب غلط. ليكي هيدا شو ياي؟ طلع لي ياي. ليه؟ ليه؟ اول شيء الكعب سميك. سميك اوكي. ثاني شيء هيدول لانه بيعمل كمان سبورت. عامل سبورت. اوكي. فهيدا بقبله انه الست تلبسه طالعه عشا طالعه حتى لو عندها مشي خفيف. اوكي. بس مش كمان مقبله. بس مش كل النهار كمان. مش كل نهار. هلا انا بقول لك اذا موظفه مكتب موظفه عندها قاعده على المكتب. نعم. بقبله. اتس اوكي اتس اوكي. اوكي هيدا روعه. اوكي هيدا ياي ياي ياي. ليه؟ في كل شيء منيح. اوكي اول شيء عرض الكعب روعه. طول الكعب ممتاز. لريحة القدم وأسفل الظهر. أوكي. تاني شيء عم بيعمل سبورت للرجل. ميمي هيدا شو؟ ميمي هيدا شو مفهومه؟ ليه هالأول شيء ليش هالقد؟ هل بيطول؟ لا ما بيطول. هل بيأذي يا سيدي؟ لا بس لأنه على الموضة. بالظبط. ني؟ هيدا ني وبالإيدين وبالإجرتين بكل هذا ني. هذا أول شيء. أول مرة حدا بيستعمل علي ني هالقد. إيه ما أنا أخذتها منك. هذا كل السلبريتي بياخذوا منهم الأشياء. طب هذا أول شيء. هذا الكعب أنا بشوفه كتير دارج. هذا ما له لزوم غير إنه مأذي. أول شيء ما بيطول. نعم. تاني شيء هالقد رفيع. فتخيلي تقلي كله أنت جاي على هذا الكعب اللي كتير رفيع. انا خفيفه. انت خفيفه بس غيرك مش خفيف. انت دمي خفيف بس لا بس حتى يعني ريجاردلس حتى شو ما كان واحد تقله ولانه مفتح هلا كله هيدا. هيدا ما حخليكي تاخديه. اوكي هيدا شوفي اذا بينعمل هيك ني. ممنوع ينعمل هيك الشوز. اوكي هيدا شوفي مثلا وشوفي اذا عملناه هيك. هيدا من قدام طوى بسهوله
من وراء مش عم يطوي بسهولة، هيدا منيح. هيدي خدوها إذا بدكم تعرفوا إذا الحذاء مريح أو لا، تمسكوه تطووه. إذا طوى من قدام كان صعب نطوي من وراء، هيدا منيح. رقم واحد. رقم اثنين، بنحط إصبعنا جوا، لازم يكون شوي طري. اوكي انا ما بقى عندي وقت، رح بلش. طب هيدا قلت لي عليه اوكي، هيدا اوكي، هيدا قلت لي عليه اوكي، هيدا اوكي، هيدا اوكي، هيدا قلت لي عليه اوكي. اوكي اي كان ليف وذ ذس. يلا ثانك يو دوغ، انجوي ات. اورايت ثانكس، باي باي.